السلام عليكم، دكتور مراني عدياء، اختصاصية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي بمدينة القنيطرة. اختاريت اليوم باش نتكلم لكم على مرض الصرع الإبيليبسي، اللي هو مرض شائع في المجتمع ديالنا وكيسبب بزاف ديال المشاكل، خاصة الهدر المدرسي والمشاكل العائلية، ألوغ كعندو علاجات متوفرة ويمكن تجاوز هذا المشكل وهذا الموضوع. ألوغ ما هو الصرع؟ الصرع هو اضطراب يصيب نشاط الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ، بحيث يصيب النشاط الكهربائي الدماغ غير طبيعي ويسبب نوبات متكررة. كاين حالات متعددة من الصرع، بغيت نلخصها لكم باش نسهلوا الموضوع. نلخصوها في جوج ديال الأنواع، كاين صرع كلي وصرع جزئي. ألوغ الصرع الكلي هو صرع اللي المشكلة فيه هو نشاط كهربائي غير طبيعي كيخص الدماغ كله، داكوغ، وهذا الشيء كيعطينا هذيك الحاله المتداوله المعروفه كلاسيكيه، اللي المريض كيفقد الوعي، كيقلب عينيه الفوق، كيعض على لسانه، كيخرج الكشكوشه، كيولي يدير حركات سريعه وقويه باليدين والرجلين، اي بي كيزرق له الفم، من بعد كيترخى، من بعد كيتبول، من بعد كيبدا يرجع الوعي بشويه بشويه وكينسى تماما واطلاقا على النوبه. هذه هي النوبه الكلاسيكيه، ولكن في اطار الصرع الكلي كنبغي نسطر وسطي على واحد النوع ديال الصرع اللي ما معروفش بزاف، اللي كيجي الوليدات داكوغ والمراهقين، اللي هو السهو او البلوكاج. واحد اللحظات بحال ما كيبقاش معنا، بحال اللي كيسها، كتقدر تكرر بلوزيغ فوا في السيمانه، فوار ميم بلوزيغ فوا في النهار، وهذا حتى هو نوع من انواع الصرع ليبيليبسي جينيراليزي. الو الصرع الجزئي، الصرع الجزئي هو اضطراب النشاط الكهربائي للدماغ وليني بشكل جزئي، كيقدر يخصنا واحد العضو من الاعضاء، يعني غير اليد هي اللي كتحرك ولا النص كيتحرك، كتقدر تخصنا النظر، كتقدر تخصنا الشم، كتقدر تخصنا الاحساس، يعني عندنا بحال الاحساس ديال التنمل في اليد ولا في الرجل ولا في النص ديال لو كور. الوغ الصرع كيقدر يكون عنده بزاف ديال الاسباب، غادي نذكر غير شي وحدين الاكثر شيوعا، بحال العسر في الولاده، داك الوليدات اللي كينقصو لهم الاكسجين في الولاده، صرع الوراثي نوطامون كنشير الانتباه داك الوليدات الصغار اللي ملي كتجيهم السخانه كيكونوا نوريسون انتر دو زون انتر ان اون اي سانك اون، كتجيهم السخانه وكيغيبوا. كاين اورام الدماغ، كاين جلطات الدماغ، كاين تشوهات خلقيه في الدماغ الى اخره. عطيتكم غير الاسباب الاكثر تداولا. الوغ هذا الصرع الجزئي للاسف ما معروفش بزاف، يعني غير متداول، ماشي بحال الحاله الكلاسيكيه، الناس ما كيعرفوش بانه صرع. هذا الشيء كيؤدي بان واحد المجموعه كبيره من الناس كتتجه للمسائل ديال السحر، المسائل ديال الفقه، وكيبقاو سنين في هذاك الطريق، الوغ كو الحل بسيط والحل موجود. والمشكله في هذا الشيء انه كيؤدي لواحد العدد كبير ديال الهدر المدرسي، كيؤدي لواحد العدد كبير ديال المشاكل العائليه، وكاين حالات كاع ديال الطلاق بسبب هذا الصرع، الوغ كو المشكل متجاوز وعنده بزاف ديال الحلول. الوغ العلاج هو علاج بشكل كبير كيميائي، 80% ديال العلاج كيمكننا نعطيو دواء والحمد لله الحالات كتحسن، وكيبقى حصر على الطبيب المختص هو اللي كيحدد ان حالات ديال الصرع وشكون هو الدواء المناسب لهذه الحاله. هذه منين العلاج الكيميائي ما كيجيبش نتيجه، ولا ملي كيكونوا اورام، ولا ملي كيكونوا حالات خاصه، كيمكننا نتجهوا للجراحه اللي الحمد لله ولات عندنا اطقم جد متمرسه وبكفاءه عاليه في المغرب. الرساله ديالي لكم اليوم هو ان الصرع هو مرض طبي، وكاين بزاف ديال الادويه اللهم لك الحمد متوفره، ويمكن العلاج منه، دونك كنتمنى الشفاء للجميع.